السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم نحب نوضح لكافة اللي بين راهو ازدياد والمشكلة الكبيرة اللي صايرة حاليا في الكهرباء وازدياد عدد ساعات الطرح الأحمال هي أمر خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، هي نتيجة لفقد عدد كبير من القدرات الكهربية نتيجة الخروج عدد من وحدات التوليد بسبب عدم توفر الغاز الطبيعي وخاصة المصاحب لعملية استخراج النفط. طبعا الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط هو يعتبر أحد أو يعتبر وقود لعدد كبير من محطات أو وحدات التوليد في ليبيا. بفقد هذه المادة فقدنا قدرات تفوق 1000 ميجا، هذا رقم لا يستهان به، يعتبر رقم كبير جدا في الشبكة الليبية. كافة العاملين يحاولون ما يستطيعون بذله من جهد للسيطرة على الوضع، ولكن في حال عدم وجود حلول عاجلة وتوفير الغاز الطبيعي والمصاحب لاستخراج البترول نتوقع تفاقم المشكلة، نتوقع ازدياد عدد ساعات الطرح. يعني نناشد كل الليبيين ان خاصة المعنيين بهذه المشكلة او لديهم ما يفعلون لوضع حل سريع وسريع جدا وعاجل لتوفير الغاز لتشغيل المحطات، أن يكون يعني في وقفة جادة وطنية من كل المعنيين لتوفير مادة الغاز الطبيعي مصاحب بالسماح لاستخراج النفط حتى نتحصل نحن كشركة عامة للكهرباء على الغاز الطبيعي، نتمكن من تشغيل الوحدات وارجاع القدرات الكهربائية للحدود.